متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم. وصلى اللهم صلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله لو حضرتك أول مرة تتابعني، أنا أحمد كامل ودي قناتي قناة الميكروبيولوجي. لو عجب حضراتكم الفيديو يا ريت تعمل شير وتعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان يوصل لحضرتك كل جديد في قناة علوم الميكروبيولوجي. وإن شاء الله بفضل الله تعالى النهاردة هنتكلم عن جرام ستين أو صبغة جرام. يلا بينا نطف سريعا على صبغة جرام. مكتشف الصبغة هو العالم أو الطبيب الدنماركي هانس كريستيان جرام، الذي كان يعمل في مختبر التشريح التابع لمستشفى برلين في 1880. قام بتطوير الطريقة لتساعد على التفرق بين أنواع البكتيريا، حيث كان إحدى أنواع البكتيريا تصبغ باللون الأحمر ويطلق عليها بكتيريا سالبة لجرام، والأخرى باللون الأزرق أو البنفسجي وتطلق وتكون موجبة لجرام. بتعتمد لون البكتيريا على صبغة جرام في صبغة جرام على التركيب الكيميائي لجدار الخلايا. البكتيريا بتنقسم إلى نوعين، يا إما موجبة لجرام أو سالبة لجرام. تنقسم لنوعين، قلنا يا إما موجبة لجرام أو سالبة لجرام، بناء على تركيب الجدار الخلوي الخاص بالبكتيريا دي. إما تقبل الصبغة وتكون موجبة لجرام، أو الجدار الخلوي بتاعها يرفض الصبغة وتكون سالبة لجرام. أهمية صبغة جرام، أول حاجة إن إحنا بنتعرف على شكل البكتيريا، يا إما عصوي أو قروي أو حلزوني. الحاجة التانية بنعرف كمان ترتيب الخلايا البكتيرية. الحاجة التالتة والأخيرة كمان بنقسم البكتيريا بصبغة جرام إلى سالبة وموجبة، وده بيكون مهم جدا جدا في علم الميكروبيولوجي. بروسيديوم أو الإجراءات اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها لعمل الصبغة. خطوات صبغة جرام مقسمين خطوات الصبغة إلى 3 خطوات فقط، وهم تحضير الغشاء البكتيري، الصبغة، والفحص الميكروسكوبي. إن شاء الله تعالى هنتناول كل خطوة بالشرح على حدة. أول خطوة النهاردة هنشتغل عليها في صبغة جرام، وهي تحضير الغشاء البكتيري. أول حاجة بعملها وهي بمسك الشريحة ومررها على اللهب عشان أطير الشوائب الموجودة على الشريحة، ومهم جدا جدا عدم لمس الشريحة من المنتصف، تمام، ومسك الشريحة من على الحواف أو من خلال مسات. الحاجة التانية بضع نقطة مية مقطرة في منتصف الشريحة، وبعد كده باخد لب من المزرعة بتاعتي الفريش وافرده كويس جدا جدا على الشريحة، وياريت ما اخدش كتير، اخد حاجة بسيطة علشان اعرف اشوفها كويس جدا تحت الميكروسكوب، وتكون النموات معايا واضحة تحت الميكروسكوب وتكون الأشكال متجانسة. كمان باخد الشريحة بعد كده واجففها فوق اللهب، بس يكون بعيد شوية عن اللهب، وبكده نكون ثبتنا الغشاء البكتيري على الشريحة، وبكده كمان نكون خلصنا الخطوة الأولى وهي تحضير الغشاء على الشريحة. هنتكلم عن الصبغ، ودي تاني خطوة في صبغة جرام. بس قبل ما ندخل على
تاني خطوة في ملحوظة صغيرة، لازم نسيب الشريحة شوية لحد ما تبرد، علشان لو حطينا الصبغة مرة واحدة على الشريحة وهي سخنة ممكن تتكسر. طيب، صبغة جرام قلنا بتتكون من 4 خطوات. صبغة جرام بتتكون من 4 خطوات. أول حاجة بستخدم صبغة لونها بنفسجي. طيب، تاني حاجة بستخدم مثبت علشان يثبت لي الصبغة دي. ليه؟ قال لك لأن الاتنين بيكونوا لي حاجة اسمها معقد. الاتنين بيكونوا لي حاجة اسمها ايه؟ معقد. طيب، الخطوة الثالثة بستخدم مزيل علشان يحاول يشيل لي المعقد ده من السيل وول بتاع الخلية. طيب، لو ما عرفش يزيله اذا البكتيريا دي بتكون ايه؟ بتكون مجابة لجرام. بدخل بقى على الخطوة الرابعة، بستخدم صبغة معاكسة للون البنفسجي اللي هو اللون ايه؟ اللون الاحمر. طيب، البكتيريا دي لو خدت اللون الاحمر اذا المعقد خرج من جوه السيل وول، تمام؟ يبقى المعقد ده خرج من السيل وول واللون ده هو اللي دخل واصبح البكتيريا سالبة لجرام. تعالوا نتكلم بالتفصيل شوية عن صبغة جرام. اول حاجة، الصبغة اللي احنا قلنا عليها الاولانية هي كريستيال فايلوت، وهي دي اللي لونها بيكون بنفسجي. وفي الخطوة دي لو بصيت تحت الميكروسكوب هلاقي كل الخلايا لونها بنفسجي، ويكون مدة الصبغ من 30 ل 40 ثانية. طيب، وبعد كده بغسلها كويس الشريحة بالمية المقطرة. طيب، تاني خطوة أحط محلول اليود لمدة دقيقة، وهي الخطوة اللي قلنا عليها اللي هي المثبت، اللي هي المثبت إذن اللي هو إيه؟ محلول اليود. يبقى إذا محلول اليود مع الكريستال فايلوت بيكون لي معقد بيكون صعب جدا إنه يطلع بره الجدار الخلوي بتاع البكتيريا المجابة لجرام، تمام؟ وبعد كده بغسل الشريحة بتاعتي وبدخل على الخطوة الثالثة، وهي اللي هي خطوة المزيل. خطوة المزيل بحاول أزيل المعقد اللي أنا كونته، تمام؟ أزيله. طب أزيله إزاي؟ قال لك عن طريق التنقيط، أو بنقط بالكحول على الشريحة، تمام؟ بنقط على بالكحول على الشريحة على اللون البنفسجي، وهتلاقي بيبدأ النزول اللون البنفسجي ينزل مع الكحول وبيتحول إلى اللون البينك. وهنا أوقف الغسيل وبوقف الغسيل بالكحول واغسل بالمية، وبغسل ايه؟ بالمية. طيب، لو بصينا تحت الميكروسكوب في الخطوة دي هلاقي بكتيريا لونها بنفسجي وبكتيريا لونها شفاف، فمحتاج أشوف البكتيريا الشفافة دي أقوم أعمل إيه؟ قال لك أدخل على الخطوة الرابعة والأخيرة، وهي بستخدم الصبغة العكسية، بمعنى إن لونها معاكس للصبغة الأولى. بمعنى استخدمت في الأولى صبغة لونها بنفسجي، واستخدم في الآخر خالص صبغة لونها مختلف اللي هو اللون الأحمر، فهستخدم حاجة اسمها صفرانين. نلاحظ صبغة الصفرانين على الشريحة. نضع صبغة الصفرانين على الشريحة لمدة نص دقيقة. طيب، وبعد كده قال لك وبعد كده بغسل بالمية، وبكده أكون خلصت الصبغة بتاعتي. أجفف الشريحة بتاعتي فوق اللهب من بعيد شوية، وأحط نقطة زيت وافحصها تحت الميكروسكوب بالعدسة الزيتية. ايه اللي هشوفه تحت الميكروسكوب؟ هشوف يا اما بكتيريا لونها بنفسجي وتكون مجابة لجرام، او بكتيريا لونها احمر وتكون سالبة لجرام.
ثروة جرام محتاجة دقة في الشغل العملي. طيب ليه؟ قال لك في بعض الناس بتيجي تقول لك أنا طلع معايا البكتيريا الموجبة في حين إن هي كانت سالبة لجرام. طب ده بيرجع ليه؟ قال لك ده بيرجع لعدة عوامل، بيرجع لعدة عوامل. أول حاجة الوقت، لازم مهم جدا إن أنا أظبط وقت كل صبغة، يبقى لازم مهم إن أنا أظبط الوقت المطلوب لكل صبغة. الحاجة التانية إن المزرعة بتاعتي تكون فريش، المزرعة بتاعتي تكون فريش، مش كانت متبقاش بايتة أو بقالها فترة، فهو مهم جدا إن المزرعة بتاعتي تكون إيه؟ تكون فريش. قال لك انخفاض البي اتش، يعني الوسط بتاعي حامضي وده بيأثر لي على السيل وول للصبغة. تمام. آخر حاجة بقى مهم جدا إن أنا أكتب على الشريحة بتاعتي بقلم حفر، ما اكتبش بقلم ماركر وما اكتبش بقلم جاف عشان الحاجات دي بتتمسح معايا أثناء عمل الشريحة. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى من الله عز وجل أن أكون وفقت في الشرح. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.